ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس ياسر دبابش مراسل الغد. ياسر، فكرة الاستفتاء الشعبي الإلكتروني التي تحدث عنها الرئيس للتو، يعني هل هي مجربة في تونس أم ستكون أول تجربة لها؟ محبا، هي ستكون أول تجربة، ولكن كان هناك تشاور مع المختصين، وكان هناك وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وعدد من الخبراء حول هذا الاستفتاء. ربما يكون أكثر نجاعة من وجهة نظر الرئيس التونسي قيس سعيد على مستوى المناطق والأقاليم والمدن والمحافظات، وهناك فترة زمنية يعني محددة تعتبر طويلة الأمد حينما نتحدث عن الأول من يناير وحتى العشرين من شهر مارس آذار المقبل، يعني نحن نتحدث عن قرابة 3 أشهر. ستكون المواضيع يعني ربما كبيرة حول هذا الاستفتاء، لن يكون ربما حول القانون الانتخابي فقط وحول الدستور، ربما حول أيضا الإصلاحات الاقتصادية وما شابه ذلك وما تحتاجه المناطق وبعض المدن، وأيضا ما يحتاجه فئات عديدة من الشعب من الشباب ومن العمال. سيكون استفتاء ربما كبير، ولذا كانت المدة طويلة. نعم. طيب، إلى أي مدى تعتقد ياسر أن هذه القرارات جاءت متماشية مع توقعات الشارع؟ لأن هناك من كان يتحدث عن تعديلات دستورية جوهرية، ربما حتى تغيير دستوري أو الدعوة إلى تغيير دستور جديد في تونس. الجميع كان ينتظر القرارات من الرئيس قيس سعيد، لكن محمد هناك كان توافق أو دعنا نقول شبه احتمال وارد بشكل كبير جدا، وهو مطلب من معظم القوى السياسية التونسية والفعاليات النقابية والوطنية أنه لا عودة إلى الوراء، وهذا ما أكد عليه الرئيس قيس سعيد في خطابه منذ قليل إذ أعلن. ما معنى هذه الجملة ياسر سياسيا في تونس، لا عودة للوراء؟ لا عودة للوراء تعني لا عودة لما قبل 25 من شهر يوليو الماضي، بأنه بالمعنى العام ليس هناك أي إمكانية لرجوع البرلمان برئاسة راشد الغنوشي. هذا ما يعني محمد بالضبط، وما أكد عليه الرئيس قيس سعيد يأتي متماشيا تماما مع معظم القوى السياسية التونسية وأيضا اتحاد الشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس. نعم. نحن نتحدث اليوم عن خطوة. نعم ياسر، هل ما زلت معنا ياسر دبابش مراسل الغد في تونس؟ طيب، حتى يعود إلينا هو مول. طيب، هل أنت معنا ياسر الآن؟ طيب، حتى نعاود الاتصال بياسر دبابش، نذكركم بهذه العواجل، حيث انتهى الرئيس التونسي قيس سعيد للتو من كلمة يترقبها التونسيون، كان مهد لها منذ حوالي 3 ساعات، وخرجت من قصر قرطاج تصريحات تقول انتظروا قرارات مهمة خلال ساعات. فيها تحدث الرئيس قيس سعيد عن تجربته منذ وصوله إلى قصر قرطاج، إنما عند الحديث عما هو قادم في تونس تحدث مثلا عن أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي لمحاسبة المجرمين والمتهمين، وكذلك أعلن بقاء المجلس النيابي التونسي معلقا إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية في تونس. كذلك تحدث الرئيس قيس سعيد عن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني سيتم في الأول من يناير وينتهي في 20 مارس، وأشار مراسلنا منذ قليل أن هذه التجربة هي ستكون لأول مرة في تونس، وأشار كذلك مراسلنا أنه تمت استشارة وزارة الاتصالات والجهات المعنية في تونس قبل أن يعلنها الرئيس التونسي. كذلك تحدث الرئيس سعيد عن مشروعات للإصلاح الدستوري، تحدث عن لجنة لإصلاح الدستور، لم يتحدث عن تفاصيل هذه اللجنة، تحدث عن استفتاء على إصلاحات دستورية في 25 يوليو القادم، وكذلك أعلن أنه سيتم تعديل قانون الانتخابات. الآن ياسر دبابش مراسل الغد في تونس عاد إلينا. ياسر، أوضحت لنا الآن أن الاستفتاء الإلكتروني أو الشعبي هذه تجربة تتم لأول مرة في تونس. طيب، كذلك تحدث الرئيس التونسي ياسر عن أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي، ما المراد بهذا التعبير؟
نعم، يعني هذا تحدث عنه الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أشهر عديدة، وهو عاد اليوم ليتحدث عنه من جديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أشرف هو عليه، والصلح الجزائري هو مع الذين هناك عليهم حالات شبهات فساد مالي، أو وفق ما يقول الرئيس قيس سعيد قد نهبوا المال العام، عليهم أن يقوموا بإرجاع المال ويتم بموجب ذلك صلح بينهم وبين السلطات المعنية، بمعنى آخر العفو عنهم بعد. ولكن هذه يعني المبالغ التي ستعود إلى الدولة ستعود على بشكل إجراء رجال الأعمال هؤلاء أو من تحوم حولهم شبهات الفساد، إنشاء مستشفيات، بناء مدارس ومراكز تعليمية في المناطق التي تعتبر مهمشة وفقيرة جدا، وفقا لترتيب متسلسل يعني من الأكثر فقرا إلى الأقل. وهذا كان قد تحدث عنه الرئيس قيس سعيد بشكل مفصل. نعم. محمد قبل عدة أشهر. قانون الصلح الجزائي ما زالت المناقشة به مستمرة، وقريبا سيتم ربما المصادقة عليه وفق ما أعلن الرئيس قيس سعيد قبل ساعة ونصف من الآن من الخطاب الذي تحدث به قبل لحظات. محمد دعني لو تفضل أعود إلى فكرة إلى فكرة الاستفتاء. الاستفتاء في 25 من يوليو المقبل، وكما قلت لك سابقا وللتوضيح، فهو أيضا ليس على القانون الانتخابي فحسب، هناك الحديث عن الإصلاحات أيضا الدستورية وعن ما تحتاجه بعض المناطق والمدن والشباب وفئات مجتمعية متعددة. قال الرئيس قيس سعيد بأنه ستتولى لجنة سيتم تحديد أعضاؤها واختصاصها، وستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل شهر يونيو القادم. عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل. أما الانتخابات التشريعية فستكون وفق القانون الانتخابي الجديد في يوم 17 من ديسمبر لعام 2022. طيب. إذن نحن أمام قرارات حازمة وقرارات ربما نستطيع وصفها بالتاريخية. طيب. اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد 4 أشهر من تعليق أعمال البرلمان التونسي. نحن طيب. الآن بانتظار بالتأكيد ردود الفعل. لا اسمح لي ياسر، هناك أكثر من نقطة بحاجة إلى توضيح ما زالت لو تكرمت ياسر دبابش. طيب. ما هو الرابط الآن ما بين لجنة إصلاح الدستور وهذا الاستفتاء الإلكتروني الشعبي؟ هل هناك رابط بينهما؟ ياسر هل تسمعنا؟ محمد لو تعد السؤال. طيب هل هناك أي رابط بين لجنة إصلاح الدستور التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد منذ قليل وبين الاستفتاء الإلكتروني عما يريده الشعب فيما سيستفتى الشعب إلكترونيا؟ يعني سيتم بلورة مقترحات وتصورات وعرضها في هذا الاستفتاء من بعد الإجابة بالقبول أو الرفض أو ربما التوضيح. يعني هناك آليات وتصورات أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، قال بأنه سينظم الاستفتاء بتصور جديد وبرؤى جديدة وليس هناك. هل لديك تصور ياسر أو نموذج عن مثل هذه المقترحات مثلا؟ هل هي دستورية؟ هل هي قانونية؟ تم عرض بعض النماذج محمد بشكل مقتضب على صفحة مؤسسة الرئاسة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو بأن التفاصيل الذي أنت تفضلت وتحدثت بها ستكون من قبل اللجنة متاحة عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بهذا الاستفتاء. يعني نحن نتحدث عن استفتاء جديد من نوعه، ربما ليس على مستوى تونس فقط وربما على حتى على مستوى المنطقة بشكل أو بآخر. طيب. يعني نحن نتحدث عن رؤى وتصورات جديدة. صحيح. طالما تحدث عنها الرئيس قيس سعيد. طيب اسمح لي هنا ياسر أيضا نقطة مهمة، هل سيتم استفتاء التونسيين على ما يخلص إليه الأعضاء في لجنة إصلاح الدستور مثلا؟ ربما ذلك، وهذا وارد، وربما تكون أيضا ويكون الاستفتاء على ما يقترحه التونسيون عبر المنصات الإلكترونية، أي بمعنى آخر سينجيم سؤال وإجابة، سؤال وجواب، وبعد ذلك يتم اعتماد بعض يعني المواد التي
تم أخذها بالأغلبية وتعتمدها تلك اللجنة، ومن بعد يتم الاستفتاء عليها مرة أخرى. إذا أشكرك. هذا بديهيا نحن يعني نأخذه بديهيا محمد من الفترة الزمنية المحددة من يناير حتى مارس، يعني بأن هناك الكثير من العمل، الكثير من النقاش والرد والإجابة والاستفتاء، والرئيس بالمناسبة تحدث بأن تونسيين الخارج أيضا سيشاركون في هذا الاستفتاء. نعم. ربما الإجابة البديهية أيضا من هذا التوقيت والزمن محمد. هنا كذلك نقطة مهمة ياسر، يعني دائما ما نجد الرئيس التونسي يوجه اللوم إلى القضاء في تونس، وهنا أريدك أن تفسر لنا بعض الشيء، طبيعة العلاقة ما بين وزارة العدل وقصر قرطاج حاليا. العلاقة ما بين القضاء والرئاسة، القضاء والرئيس في تونس. نعم، الرئيس التونسي قيس سعيد شدد في أكثر من مناسبة أن يجب على يعني القضاء أن يأخذ مجراه، لا سيما في أمر محدد ومعين. هناك حديث وتقارير من محكمة المحاسبات وصلت إليه إلى مؤسسة الرئاسة تؤكد بأن هناك أحزابا سياسية تونسية نفقت أموالا خارجية خلال الانتخابات الأخيرة. هو يريد من القضاء أن يأخذ مجراه وأن يأخذ قرارا بهذه القضايا، ودان منذ قليل وقال بأن هناك إدانات تكون للفقراء، ولماذا لا تكون على من تلقوا أموالا؟ ابقى معنا ياسر لو تكرمت.